بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة ان شاء الله هنكمل شرح مادة الكمبايلرز. هنخش في تاني محاضرة. زي ما عرفنا المحاضرة اللي فاتت مراحل الفيزيس اللي بيعدي بيها الكمبايلرز كلها، من سينتاكس، من سكانر الاول، بعد كده بارسر، وبعد كده سمانتك انالايزر، وبعد كده المراحل بتاعت الكود ان هو يعمل السورس كود اوبتمايزيشن، وبعد كده كود جنريتور، بعد كده اوبتمايز للكود نفسه فيخرج للتارجت التارجت كود. فاحنا هنبدأ على مدار الترم كله ناخد مرحلة مرحلة ونفصلها. فاحنا هنبدأ ان شاء الله بالسكانر او بيتسمى الليكسيكال اناليسيس، وهنتكلم فيه في جزء اسمه ريجولار اكسبريشن في المحاضرة دي، وطبعا هو ليه جزء تاني من المحاضرة اسمه اوتوماتا، هنفهم هو ايه على مدار الكورس نفسه. تمام. الليكسيكال اناليسيس او السكاننج زي ما احنا كنا فاكرين من المحاضرة اللي فاتت ان هو بياخد السورس كود يفضل يقسمها لتوكنز عشان تكون موضوع سهل بالنسبه لي، يقسمها الكي ووردز ايدنتيفاير سيمبل سبيشال سيمبلز، مثلا زي البلس والماينس. تمام. انا عندي ميثودز عشان اقدر احدد بيها الكود نفسه او اعبر بيها عن الكود اللي داخل لي، زي مثلا ريجولار اكسبريشن والفاينايت اوتوماتا. احنا هنتعرف في المحاضره دي على ريجولار اكسبريشن او ريجولار جرامر. تمام. الريجولار اكسبريشن بيقول لك هو يوزد عشان تريبريزنت الباترز اوف سترينجز. تمام. انا جاي لي سورس لانجويج وقسمتها توكنز وفهمت كل حاجه عباره عن ايه. تمام. عايز بقى اعمل لهم ريبريزنت بطريقه معينه، اعرضهم بطريقه معينه عشان اكون فاهمها وتكون سيمبل اكتر ليه، او على حسب الجرامر بتاعي. عندي كذا حاجه كده هنعرفها في الريجولار اكسبريشن، بس الاول عايزين نعرف ان الريجولار اكسبريشن ده عامل زي الفورم، فورم كده او هيئه انا باخد الكود بقارنه بيه بشوف هل هو صح ولا لا. يعني انا كاتب مثلا ان دي الحاجه الفلانيه بتتعمل بالطريقه دي، فجت لي حاجه هشوف هل هي مطابقه للمواصفات ولا لا. فلو مطابقه للمواصفات يبقى هي تمام، مطابقه للمواصفات اللي انا عاملها بطريقه الريجولار اكسبريشن. تمام. اول حاجه طبعا عايز اعرفها في الريجولار اكسبريشن حاجه اسمها ال اوف ار او اللانجوج اوف ار. دي بتبقى عباره عن اللانجوج اللي عندي كلها. يعني مثلا لو انا قلت لك في لغه جديده مثلا ما فيهاش غير حرف غير ايه، فطبيعي اللانجوج كلها تكون عباره عن ايه، يا اما ايه واحده يا اما اتنين ايه يا اما تلاته ايه. هنتكلم بقى بصيغه الايه. تمام. دي اللانجوج اوف ار. طبعا اي لانجوج بيكون فيها حروف زي اللغه العربيه واللغه الانجليزيه طبعا ليهم حروف. الحروف في الريجولار اكسبريشن بنعبر عنها بلفظ الفابت اللي هو ده. فانا لما اعمل العلامه دي واكتب لك مثلا بعدها افتح مثلا براكت واقول A و B و C، فانت كده عندك في اللغه A و B و C. ما ينفعش تقول لي دي، انا لو كتبت دي انا مش عارف ايه دي ده. يعني مثلا لو انا ما اجي اقارن الكود اللي انت كاتبه لي ولقيت فيه دي وقارنته باللغه الالفابيت بتاعها A و B و C، انا مش هفهم اي حاجه. الكود ده بالنسبه لي ما بيعبرش عن اللغه دي فهو ايرور. تمام. نشوف مثال هنا. مثلا بيقول لك لانجويج الحروف بتاعتك هي ايه، وبيقول لك ان اللي هي ما فيهاش غير حرف واحد الايه. يعني انا لو عملت جمله فهي فيها حرف واحد، ما ينفعش مثلا اقول كلمه فيها اتنين ايه. تمام. فكده الار بتاعتي او الريجولار اكسبريشن بتاعي هو الايه، واللانجوج كلها ايه ما فيهاش غير ايه. تمام. بيقول لك لانجوج تاني فيها حروف A و B، وبيقول لك مش مسموح لك في اي سترنج غير الاي والبي، يعني ما ينفعش بي وايه. فساعتها هتبقى الريجولار اكسبريشن بتاعي A و B واللانجوج بتاعته A و B. يعني مثلا لو كان شايل قول لي ليجال سترنج ده از A اند از A B، كان ممكن ساعتها تبقى A B و B A عادي، بس هو حددني الكونديشن يعني. تمام. هنتعرف على شويه اوبريشن في الريجولار اكسبريشن برضو هنستخدمها. اول حاجه هي الاور. اور هي بتعبر عنها الشرطه دي، بتعبر عن مثلا A اور B، فانا ساعتها هختار يا A يا B، ممكن تحصل A يا B. يعني لو قلت لك اللانجوج بتاعتك او الريجولار اكسبريشن بتاعك A اور B، وانت مثلا في الالفابيت A وB وC، فساعتها طبيعي ممكن يطلع لي A يا اما تطلع لي B، يا ده يا ده، ساعتها الاثنين هيحولوا ريجولار اكسبريشن ده. تمام. كونكاتينيشن. كونكاتينيشن هنا ملهاش رمز اعبر بيه، بس رمزها ان انا اكتبهم جنب بعض. كونكاتينيشن مثلا اللي هي عايز اضيف ال A على ال B فهكتبهم A B على طول، A B مع بعض، ده اسمه كونكاتينيشن. وحاجه ثالثه اسمها كلين كلوجر، اول مثلا ممكن نعبرها زي الفول لوب او الريبيتيشن، بس دي بنعبر عنها بستار. طبعا دي بتتكرر زيرو اور مور تايمز. يعني انا مثلا لو كتبت لك A وعليها استريك او النجمه دي،
فساعتها اللغه بتاعتي او الريجولار اكسبريشن ممكن يطلع لي ايه، ممكن يطلع لي 2 ايه 3 ايه 4 ايه براحته، طالما انا كتبت الاسترك دي فهي عباره عن 0 اور مور. شوف امثله، دي امثله على الاور، بيقول لك ان الالفابيت بتاعتك A و B، والريجولار اكسبريشن بيقول لك A اور B، فساعتها اللانجوج بتاعتك يا اما هتطلع لك A يا اما هتطلع لك B. تمام، لو انت الالفابيت بتاعتك A و B و C والريجولار اكسبريشن A اور B اور C، يا ده يا ده يا ده، فهي ممكن تطلع لك يا اما A مره يا اما B مره يا اما C مره. كونكاتينيشن، هنا A و B، بيقول لك الريجولار اكسبريشن A اور AB، AB هنا عمل لهم كونكاتينيت، فساعتها يا اما هيطلع A لوحدها يا اما هيطلع AB. تمام، دي اللانجوج بتاعتي. هنا لو الالفابيت بتاعتي A و B و C، فالريجولار اكسبريشن والريجولار اكسبريشن بتاعي A اور B حاططهم في قوس وبعد كده C، فانا هيخرج من القوس ده يا اما A مره يا اما B مره، فلما يخرج A ساعتها هتكون في اللانجوج A و C، ولما يخرج B يبقى في اللانجوج B و C. تمام، لو عندي A B C D وعملت اور برضو هيكون نفس الموضوع، هاخد مره مع الاثنين ومره ال A مره مع C ومره مع D، وال B مره مع C ومره مع D، هيكون دي اللانجوج بتاعتي. examples على clean closure او repetition، لو انا قلت لك ان اللانجوج اوف A asterisk، فساعتها العلامه دي معناها empty string، يعني ممكن ما يجيش اصلا، زي اللي هي بتعبر بالظبط عن zero or more، فهي دي zero اللي هو الكلمه ممكن ما تظهرش اصلا عادي. تمام، فهنا بيقول لك ان هي عباره عن العلامه دي اللي هي نسميها empty string A او 2 A او 3 A الى ما لا نهايه بقى. تمام، هنا مثال بيقول لك الالفابيت بتاعتك A او B والريجولار اكسبريشن يا اما A يا اما B B، عاملهم هنا كونكاتينيشن والكل عليه استرك، فيا اما مش هيطلع لي حاجه خالص اللي هي الريبيتيشن بزيرو، يا اما هتطلع لي A يا اما هتطلع لي B B كده كانهم طلعوا مره واحده، يا اما هتطلع لي A A او B B B B اربع بيهات اللي هي اتكررت مرتين وهكذا، ممكن مره تطلع لي A وتاني مره تطلع لي B فيطلعوا لك مع بعض A B B زي دي، ممكن العكس عادي، ليها اشكال كتير جدا. طب انهي البريورتي بتاعتنا اللي هي اول حاجه هفكها بعد كده تاني حاجه هفكها؟ على بريورتي عندي هي الاستريك الريبيتيشن، فانا مثلا لو عندي جمله او ريجولار اكسبريشن في استريك في كونكاتينيشن وفي اور، فانا اول حاجه هعملها او هفكها الاستريك اللي بتعبر عن فور لوب مثلا او الريبيتيشن زيرو اور مور، بعد كده هشوف الكونكاتينيشن، بعد كده هشوف الاور. تمام، هنا مثال بيقول لي regular expression في A or B C asterisk، خلي بالنا ال C محطوطة فين. تمام، ال C هنا ال asterisk محطوطة على ال C مش محطوطة على على B C نفسها ولا محطوطة على ال operation نفسها، فده معناه ايه؟ معناه ان اي C عندي ممكن تيجي عدد لا نهائي من السي، بس اهم حاجه ان هو يكون قبله بي، يعني هو لو مش قبله بي مش هتطلع لي سي، يعني ما ينفعش ايه مثلا سي في الجرامر ده مش هتحققه. تمام، هنا مثال تاني بيقول لك A اور B سي كل بقى عليهم استريك، ده هيطلع ايه؟ تمام، ناخدها نشوف حلها ايه، ده كوبي كده. تمام، دي هتطلع لي ايه؟ انا عندي طبعا الالفابيت بتاعتي A و B و C. نشوف طبعا زي ما قلنا البريوريتي، فانا اول حاجه هشوفها الاستريك. تمام، انا هفك الاستريك ده فهخش جوه، بعد كده هشوف الكونكاتينيشن فعندي B و C اور A، فساعتها اللانجوج دي كلها ممكن تطلع لي ايه في الريبيتيشن؟ ممكن اول حاجه طبعا تطلع لي امتي اللي هو هعبر مثلا عنها بيج W عشان ما فيش في الكوبر درابز بيعبر عنها، ممكن تطلع لي كده. فساعتها لو انا جالي حاله فاضيه ممكن تعبر عن الموضوع. طب لو مثلا جات لي A A A B C C B C B C A A A مثلا، ده هيعبر لي عن الموضوع ان هو دخل الريبيتيشن جاب الـ A مره بعد كده عمل ريبيت فجابها تاني جابها تاني تالت، بعد كده راح للـ B C جابها مره وبعد كده جابها تاني وبعد كده جابها تالت. طب نشوف مثال تاني، لو انا قلت مثلا A A B C C C ايه هل ده ينفع؟ ده طبعا مش هيحقق لي الريجولار اكسبريشن بتاعي خالص، لان انا لو عندي هكرر هنا فانا بكرر بي سي مع بعض، فما ينفعش اقول ان بي ان انا مثلا لفيت
على الايه 5 مرات ولا 4 مرات وكررتها. بعد كده جيت الف تاني جبت بي سي, كده جيت لفيت تالت جبت سي لوحدها. ده مينفعش في الجرامر بتاعي, بيقول ان انت لما تيجي تربيت على ده فيكون بي سي مع بعض. فعشان نصححه مثلا ممكن يكون دي بي سي بي سي, ده ساعتها هيحقق لكم الجرامر بتاعي الريجولار اكسبريشن بتاعي. هنا في شوية امثلة بس هي محلولة فانا خدتها برا عشان نعرف نحلها مع بعض. تمام, انا عندي هنا سؤال بيقول لي ان انا عندي اللغة الالفابيت بتاعتها A B C وعايز الريجولار اكسبريشن اللي بيجنريت مجموعة اي عدد من السترينجز من طبعا من الالفابيت اللي عندي الا اولها B, يعني لازم تستارت بالبي. اول حاجة هو عايز اي عدد من السترينجز, فطبعا هعملها يا اما A or B or C واسترك عشان هو عايز اي عدد عادي, عايز set of all strings كل الحروف اللي عندي. بس هو حطيت لي كونديشن ان انا لازم ابدا ببي. هنا طبعا ممكن اقول طب ما انا ممكن ابدا تيجي مثلا في الريبيتيشن فيبدا لي ببي مر بعد كده A و C و A C. بس هي ساعتها هتبقى صح في الكود ده, بس ساعتها ممكن برضو تبقى A مر هبدا بالA وتبقى B B B مثلا C C C. انا مش عايز الشكل ده, انا عايز دايما ابدا ببي. هعمل ايه عشان احقق الكونديشن ده؟ هحط بس قبل الكوز ده كله B, فكده انا اكبرته, كده انا اجبرته ان هو يبدا ببي دايما. بعد كده يكرر بقى اي عدد من الالفابيت اللي هو عايزه. تمام, ده السؤال التاني بيقول لك الالفابيت بتاعتك A و B عايز regular expression بيجنريت كل الكلام اي حاجة لها علاقة بالAs والBs. تمام, يعني هو عايز اي sequence من الA والB, يعني مثلا A-hat كتير B-hat كتير وبعدين A-hat اي حاجة بعد كده AB 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 B اي حاجة, وعايز اي سيكونس من الاي والبي. فانا طبعا هاخد الاي والبي اور البي طبعا واعمل لها استريك, فطبيعي هتطلع لي اي شكل من الايز والبيس الايز والبيس. شوف السؤال اللي بعده بيقول ان الالفابيت بتاعتي اي وبي عايز الريجولر اكسبريشن اللي بيعبر عن سترينج فيها بالظبط بي واحده, يعني ما فيهاش ولا اكتر من بي ولا فيها اقل من بي, بس طبعا فيها احد براحته فيها اي عدد من الايهات. تمام, احنا متفقين ان في بي خلاص, يعني مثلا لو جبت له بي لوحدها خلاص كده هتحقق الاكسبريشن. بس هل ايه بي هتحقق الاكسبريشن ده؟ لا, بي ايه لا. طب انا ايه الشكل اللي ممكن يجي لي اصلا غير ان هي تكون بي لوحدها؟ اي عدد من الايهات قبلها وبعد كده بي, يا اما اي بي وبعد كده اي عدد من الايهات, يا اما ايهات بي اهات كتير. دي الاشكال اللي هي ممكن تقابلني, فده معناه ان انا ممكن احط قبل البي اي واسترك فتتكرر براحتها 0 اور مور, وبعد البي اي واسترك ساعتها انا ضمنت ان مفيش غير بي واحده بس اللي هتظهر عشان مش حطيت عليها ريبيتيشن. تمام, سؤال تاني, الالفابيت بتاعت اي بي سي عايز الريجولار اكسبريشن اللي بيخرج سترينج كونتيننج اكزاكتلي 1 بي. تمام, هو ده تقريبا نفس السؤال, بس هو نفس السؤال بس الالفابيت بتاعتي فيها سي زياده, يعني هي مش ايه بس هتبقى ايه وسي, فساعتها برضو هتعتبر نفس الحل بس بدل ايه بس هتبقى ايه اور سي كل استريك, والبي اللي انا ضامن ان انا عايز وجودها بعد كده الايه اور سي كل استريك. تمام, السؤال الثاني عايز بيقول الالفابيت بتاعتي ايه وبي وسي عايز الريجولر اكسبريشن اللي بيجنريت كل سترينجز اللي فيهم على الاقل 1 بي, فساعتها هو كده ممكن يكون اكتر من بي بس هو عايز على الاقل في بي موجوده. تمام, نعملها ازاي؟ نجرب مثلا ناخد اللي قبله, يعني اللي قبله ده كان بيعمل لي ايه؟ كان بيطلع لي بالظبط واحده بي على الاقل, يعني لا هو هنا كان بيطلع لي واحده بي, فاحنا ممكن ناخدها ونعدل عليها. هي منجزه لي شوط كبير قوي, يعني خلاص هي فيها بي واحده انا ضامن ان في بي واحده. طب انا عايز بقى اكتر احط بيهات براحتي, ممكن الحل الحلو يعني ان انا احط مثلا, طبعا ريجولار اكسبريشن مش شرط تتحل بطريقه واحده او يكون في السؤال الواحد حل واحد, لا ريجولار اكسبريشن ممكن كذا واحد يحلها بكذا حل ويبقى كلهم صح عادي. تمام, الحل هنا ان انا ممكن اقول A اور B اور C واسترك, وهنا A اور بي اور سي, فساعتها هنا لما اجي اكرر مثلا لو جبت اهات كتير
و سي هات وبعد كده بي اللي هي في النص دي وبعد كده حطيت بعدها ايه هات و سي هات كده انا ضمنت ان انا عندي على الاقل بي واحدة ودي نفس اجابة السؤال اللي فات اللي هو exactly one بي بس لو انا عوزت مثلا ان هي يكون فيها بي في النص قبلها وبعدها ده ساعتها هيحقق لي الموضوع ده لان انا حاطط في الريبيتيشن قبلها في الكونديشن ان هو بي A or B or C تمام مش في السؤال اللي بعده هنا بيقول لي الالفابيت A B و C as a regular expression اللي فيه at least عايز فيه على الاقل ظهور للبي و C يعني عايز على الاقل مهما كان السترينج اللي عندي او الكاركترز اللي جايلي او الجملة اللي جايلي يكون فيها على الاقل واحدة بس بي سي هي هتبقى نفس فكرة اللي فاتت بالظبط دي يعني حتى هاخدها كوبي وهيكون فيها اختلاف بسيط واحد بس ان انا احط بدل ما اتليست او على الاقل اللي هتظهر بي تبقى تظهر بي سي طب هل ده انا ضامن ان هي تظهر بي سي تانية غير دي ممكن عادي تظهر يعني انا عندي البي سي اللي في النص دي خلاص واسكن منها ممكن تطلع ايه هات بي هات سي هات كتير اهي مرة ظهرت البي والسي ممكن ما تظهرش ممكن اي سي بعد كده حط بي مثلا في الاخر عادي بس هي ممكن تظهر وممكن ما تظهرش هو ده اللي عايزه ان هي تظهر على الاقل مرة واحدة وانا خليتها له على الاقل تظهر مرة واحدة تمام اخر سؤال بيقول لو انا عندي الالفابيت بتاعتي A و B و C as a regular expression اللي بيعبر ان هو عايز at most بالكتير قوي بي تظهر مرة واحدة يعني انا عايز بي ما تظهرش غير لو هتظهر مرة واحدة يعني يا اما تظهر يا اما ما تظهرش اصلا تمام انا ممكن احلها بكذا طريقة الحتة دي انا عندي مثلا لو قلنا ان احنا هنتبع الطرق مثلا اللي احنا حلينا فيها الكم مسألة اللي فاتوا دول اللي انا باخد دي فلو شفنا مثلا دي كانت بتعمل ايه دي كانت بتعمل exactly one b ظهرت على الاقل مرة او ظهرت بالظبط مرة واحدة فانا دي انا ممكن احتاجها هنا تمام وهنا عملت ايه هنا at least one b هنا ظهرت كذا مرة فمش هتفيدني قوي بس هي نفس فكرة اللي فوق فانا عندي هنا اللي هتفيدني اكتر ان انا هنا البي ظهرت مرة واحدة فهو اتحقق condition ان هي ظهرت طب فانا ممكن اخدها مثلا واكمل عليها فانا خلاص كده انا ضمنت اللي هي at most اللي هي ظهرت مرة واحدة طب الحل التاني ان هي ما تظهرش اصلا طب ما انا ممكن اعمل مع كل ده اصلا كل المعادلة دي اعمل مع كل المعادلة دي اورينج مع A or C استرك كده خلاص يعني انا في الجنب ده ضمنت ان البي مش هتظهر ولا مرة خلاص يا اما A يا اما C يا اما A هات و C هات براحت اور يعني لو البي لو ظهرت هتظهر مرة واحدة اللي هي في الحالة دي تمام هل في حل تاني في حل في حلول كتير طبعا زي ما قلنا بس في حل هنا ممكن احلها بطريقة تانية ان انا اخد مثلا المعادلة دي نفسها اللي انا قلت هعدل عليها كده انا برضو هرجع تاني اقول ان انا كده ضمنت ان هي ظاهرة مرة واحدة اللي هي اتمست وان اوكرنس او بي ممكن اعمل بقى ان هي بي اور العلامة اللي احنا قلنا بتعبر على الامتي ليست اللي هي دي احنا هنكتبها مثلا في الكيبورد هعبر عنها مثلا بيج دبليو دبليو كابيتال فكده لما نشوف كده ان هو هيكرر عدد ايهات من والسيهات براحته بعد كده يا اما بي يا اما ما يحطليش بي عادي يا ده يا ده يا اما ايهات وسيهات براحته تمام كده حلينا المسائل دول مسائل من المحاضره نفسها اصلا ومحلولين في المحاضره هو بس في كام سؤال كده ما خدتهمش من المحاضره بس كلهم بيعبروا عن نفس الفكره تمام في شوية extension لل regular expression او notation كده زيادة زادت في حاجة اسمها plus دي بتبقى one or more repetition زي الاسترك بالظبط النجمة اللي هي بتعيد zero or more دي one or more يعني انا اختيار اللي هي الامتي ست دي او الامتي string ان هي تكون ما يجيليش مثلا ولا ايه مش موجود هنا لو كتبت star فانا لازم يا ايه يا ايه ايه يا اما تلاتة ايه يا اما عدد infinity بس ما عنديش اختيار ان هو ما تظهرش ولا مرة تاني حاجة range of characters دي مثلا بحطها في براكت مثلا لو عملت A to Z فده معناها ان اي كاركتر من A للZ بس lower case هنا بيفرق جدا ان انت تعملهم capital ولا small فهنا لما اكتب A to Z small فده معناه ان هو اي حرف small تمام دوت دي معناها اي حاجة في الالفابيت بتاعتي لو انا كتبت مثلا دوت لوحدها كده
لو انا مثلا عندي الفابيت بتاعتي قول A و B و C وكتبت ان الريجولر اكسبريشن بتاعي ايكوال دوت، فده معناه ان هو يا اما A يا اما هيطلع لي A يا اما هيطلع لي B يا اما هيطلع لي C، يا ده يا ده يا ده، ده مش هيطلعوا لي مع بعض. طب انا عايزهم يطلعوا لي مع بعض هعمل ايه؟ هحط استريك بس على الستور. دي طبعا هتوفر لنا حاجات كتير جدا، زي يعني احنا كنا بنستخدم بنعبر مثلا عن A or B or C، يعني مثلا دي عوضت بالجملة دي، فالدوت طبعا اسهل بكتير. تمام، دي العلامة دي معناها any character except that، اللي هو لو انا مثلا نوت A فمعناها اي حاجة عندي في الالفابت ما عدا A، يعني مثلا لو استخدمناها هنا كده وعملنا نوت A فمعناها ان هو هيطلع لي يا اما B يا اما C. تمام، هنا بيقول لي في امثله اكتر، هنا مثلا عامل لي ماتشنج في الريسيرفت وورد اللي هو اف اور وايل اور دو. تمام، وهنا برضو امثله على نفس النظام، هي كنا بنفس الطريقه. مثلا هنا دي الرينج، زي ما قلنا هنا الرينج بالديجيت، هنا مثلا حط الليتر فهو اتاكد ان في ليتر، بعد كده عمل اورينج وفضل يريبيت عليهم. تمام، كده المحاضره خلصت، اتمنى تكونوا فهمتم واستفدتم، ونكمل شرح ان شاء الله في المحاضرات اللي جايه.